يا حسيبه بكلمك على التليفون ما ترد. يعني انا دلوقتي واحد ينزل عند المنطقه ويعمل في المايه وانا معرفش؟ لا انا المفروض كنت اعرف منك يا بنت امي وابويا. لا يا اختي عرفت بطريقتي. حماده التيتي مالكيش فيه بقى، عرفت منين؟ بص يا حسيبه، احنا قايلهم وقايلهم معرفش حاجه عن الحوار ده. ماشي يا معلم اللي تشوف. سلام اخوي. قالك ايه؟ ما يعرفش حاجه عن الحوار ده. اذا كان هو قالك عارف وانا سمعه وهو قالك عارف. حسيبه ورحمه امك ما تعرفيش مين اللي عملها؟ انا اللي عندي قلته يا كمال، مات الكلام. قومي يا خالتي بينا على الاسم. طب حلفتك بالغالي وحياك ميشا. جرى ايه يا كماليا؟ انت هتسيحيلي ولا ايه؟ تعالي. يا لهوي، طب هنعمل ايه؟ ده اخي، عايزه تروحي الاسم روحي، انما سرت تيجي انا والمعلم شعبان لا. ماشي يا كماليا؟ ماشي. حاسب كده يا ناس، حاسب كده لو عارف. تعالي يا نجمه اتفضلي تعالي. لا سمحت استاذ، ارجع لورا ورا، ارجع بقول ورا ايه؟ بقول ورا ارجع ايه؟ اتفرج على المصيبه السوداء. اتفرج. مصيبه سوداء؟ هو في مصيبه سوداء ومصيبه بيضاء يا هندسه؟ بص الراجل بتاعك فتح السلعه زي في وسط الجمهور. بص بالراحه. بص والله يا اصلي يا دسو بيقول والله يذكر. طب وفيها ايه؟ اقول لك انا وفيها ايه؟ يعني النجمه زعلانه وانفعلت وقالت انها تفسخ العقد معانا. عرفتوا يعني ايه فيها ايه؟ ام النجمة. ده هيقول لي ام النجمة. اهم حاجة بس انا عايزك تهدى كده. اهدى كده ايه على اعضائك؟ الواد الصهيوني بس ايه ظروفه دلوقتي؟ اتمسك ولا ايه ظروفه؟ اهو المعجبين ادوا له علقة محترمة وبعد كده خدوه على الاسم. فاضطريت طبعا ابعت له المحامين بتوعنا. ما محسوب علينا سعادته. الله يبارك لك، انت راجل محترم. طب والسلاح اللي معاه بقى ده ديتها 6 شهور؟ لا يا سيدي، محمد قال لي ان هو اخده من ايد واحد من المعجبين هيطلعوه الطم. بعدين هو ده اللي فارق معاك؟ انت سايب المشكله الكبيره بتقول لي صهيوني؟ ما انت مش فاهم. تفهم ايه؟ انت بتفهم حاجه يا شعبان؟ انت عمرك ما تفهم حاجه يا شعبان. وايه كمان بقى هندسه؟ بقول لك يا شعبان، انت لازم تشوف حل الموضوع ده يا شعبان. شعبان. مش كل شويه افضل اشيل انا المصايب لوحدي. لا اصل انا كلامك عاجبني، بحب اسمع صوتك. قول لي بقى فخم. ايه مفيش حاجه. تعال بس، تعال والله العظيم ما في حاجه افهمك. بس تعال بس، ايه اللي انا ممكن اعمله عشان اصلح اللي اتكسر؟ ولا حاجه. طب طالما ان هو ولا حاجه، وجع دماغ امي ليه؟ الشبان دي مش اسلوب حوار خالص ممكن نتناقش دلوقتي خالص. مش هينفع الاسلوب ده بعد اذنك. عايز اقول لك على حاجه. تعال بس، عارف طقطق؟ طقطق؟ انا حابب ادلعك اقول لك طقطق. ماشي. عارف اللي زيك في الحجز كنا بنسميه ايه؟ عجينه. فشكلك كده عايز مني طريحه عشان تطلع من نفوخي. ايه رايك؟ خدها طقطق. خاف وجري. بس انا شاب ماليش في الخشن. الله يحن عليك.